بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي دكتور محمد عبد اللطيف، أنا استشاري جراحة فم وجه وفكين وتيوتور في مجال الدنتستري من حوالي 14 أو 15 سنة. إن شاء الله نكون مع بعض في كورس الأورال أند ماكسيلوفيشال سيرجري لسنة خمسة سنة البكالوريوس إن شاء الله. الكورس إن شاء الله يكون أونلاين للي يرغب، وهيكون حضوري للي يرغب. طبعاً الكونتنت بتاع الكورس في شباتر كبيرة وشباتر محتاجة فهم. احنا عندنا 150 درجة، ال 150 درجة 75 درجة منها نص الدرجات في يعني في امتحان التحريري الفاينل في نهاية الترم الثاني في شهر 5 او 6 ان شاء الله، وفي 30 درجة عملي، وفي 30 درجة عمل سنة على امتحانات خلال الترمين، امتحانات عمل سنة خلال الترمين، وفي 15 درجة شفوي برضو بيكون في الفاينل. في شباتر زي المانجمنت اوف اودونتوجينيك انفكشن، ده من الشباتر الكبيره والمهمه واللي في ناس بتستغلس فيها بعض الحتت زي الفاشيال سبيسز وكذا، لكن ان شاء الله هتكون سهله باذن الله. شباتر زي التروما، تيومر، سيست، سليفري جلانس، فيها شباتر طويله، في شباتر اقصر شويه. احنا طبعا بنوفر خلال الكورس سورس بيكون معتمد مينلي على اللي اتقال في المحاضرات، في كل زيادات المحاضرات مضاف ليه السورس بتاع الكليه، مضاف ليه صور اكتر للشرح للفهم، والسورس ان شاء الله يكون كافي تماما للشرح، لان دايما بنسال هل ده بس كافي؟ حضرتك سمعت المحاضرات؟ اه سمعت المحاضرات، اه السورس كافي. بيبقى في كل سورس برضو في اسئله محلوله من امتحانات سابقه، اسئله احنا مزودينها، بحيث برضو ده جزء انتجرال وجزء يعني مهم جدا في العمليه، ان احنا نتمرن على حل اسئله كتير على كل شابتر، وبنمتحن مع بعض في الكورس على كل شابتر بحيث ما نتفاجئش في امتحان اخر السنه بافكار احنا مش عارفينها. لا، احنا متمرنين كويس جدا على معظم الافكار اللي بتيجي، وهي ماده ان شاء الله اللي يفهمها واللي يذاكرها اول باول ما يخليهاش تتراكم عليه، تكون ان شاء الله ماده امتياز وماده جريدز وماده تقدير وماده تزود تقديرنا باذن الله، ومهمه لحياتنا طبعا كلها ان احنا نكون فاهمين كويس. وبالتوفيق ان شاء الله يا شباب.